ومن نظاراتها عرفتها ما ناوياش على خير. يا ربي تحفظني منها ومن شرها. درت شفت في حبيبي اللي كان معنقني بحال ديما، ولقيتو ناعس بحال الملاك، وبلا ما نحس ابتسمت وبستو في حنكوب وسخفيفة، وكان دعي في سري يا ربي حفظو ليا. نط من الفراش بهدوء، ما بغيتش نفيقه، ودخلت الكوزينة باش نوجد الفطور. صايبت الفطور وقديتو ومشيت نفيق حبيبي. ومع الدخل للبيت كنت صدام، شفت واحد المنظر بكان، كان خليل كيصلي، وأخيرا اقتنع وهداه الله. وقفت في الباب مصدومة، خليته حتى سالة وسولته من فوقاش وليتي كتصلي؟ قال من هذا النهار إن شاء الله. قلت إوا مزيان، الله يهديك ويهدينا كاملين. عنقني وقال آمين ويا ربي خليك ليا. نفست بعمق وقلت له آمين يا رب، وجريته للصالة ومشينا فطرنا. وهو مشى يخدم وأنا بديت في الروتين اليوم. كنت غارقة في الشقة حتى كنسمع الصونات في الباب، ومشيت نحل ولقيت البواب ومدليا واحد الظرف. قال لي يا شي حد وصاه يعطيه ليا. مشى وسديت الباب وأنا مخلوعة، وبدون تردد حليته وشفت اللي ما عمري تصورت نشوفه. كحالة الدنيا في عيني، دارت بيا الأرض وبديت كنشوف الظلام. طحت على ركابية وغيبت، فقت وعاود شديت داك الظرف وإيديا كيرتعشوا. حليتو وبان ليا شي تصاور، ركزت فيهم كنلقى خليل مع صفاء في أوضاع حميمية، كتبوسو في حناكو، كترقص معاه مليوحة على صدره، وفي أغلب التصاور الشراب محطوط حداهم، يعني كانوا في البار. حاولت نتمالك نفسي وما نتسرعش، بحكم أنني عارفة صفاء أختي تقدر تدير أي حاجة، تقدر تركب الصور مثلا. دققت مزيان على أمل يكون هذا ماشي خليل، كيبان ليا هو نفسه وحوايج دياولو كنعرفهم. مرة كان لابس كوستيم غري، ومرة لابس تريكو في الزرق، ومرة لابس قميجة في البيض. هي ديال البارح، يعني كذب عليا، ما كانش مع العساس، كان معاها. الله يا ربي اش هاد الصدمة، ما بقيتش قادرة نتحمل. فشلوا ركابية عليا وما بقاوش هازيني، وطحت الارض وغيبت. فقت ولقيت راسي فوق الناموسية، حليت عيني على وجهه، كان كيشوف فيا بقلق وترقب. تفكرت التصاور اللي شفت، تصاور اللي كتجمع اختي مع راجلي، تفكرت الأوضاع اللي كان فيها مع أختي، محملش نشوف كمارتو مازال. دورت وجهي فيه ساعة، كان حس بنظراته كتخترق وجهي من هول الصدمة، ما نطقت حتى شي كلمة، حتى الدموع نشفو. فقط كنشوف في الفراغ، وليت جدة ما كتتحركش، حاول يهدر معايا بدون فائدة، غير كنسمع صوته وكيحاول يقيسني. كنولي كل اللي كنت رحد، كنزير على راسي وكنغطي وجهي بإيديا، صوتو كيستفزني، لمساتو كتحسسني بالقرف. إيش عنده ما يبرر ليا كل شي شفته بعيني؟ وبعد ما يأس مني وعرف أنه مستحيل نسمعني، استعمل العنف، انقض عليا وشدني من كتافي وغرس صبعانه في لحمي بطريقة وحشية، كيحاول يسيطر عليا ويخليني نسمع له بزز. قال بالغوات شوفي غد سمعيني بغيتي ولا كرهتي، سمعتي؟ كانوا عينيه كينطقوا بالشر، وملامح وجهه ما كيبشروش بالخير. قصحني بزاف وحسيت بالألم في جسمي، ولكن ماشي بحال الألم اللي كان في قلبي، قلبي اللي كان كيبكي دم. ما بقيتش عاقلة على راسي، وما حسيت حتى طلقت صرخة من أعماق أعماقي، بعد مني. وليت كل اللي كنت رعد، وبديت كنغوت لربي اللي خلقني، وكنضرب فيه كنبعدو عليا، وكنضرب في حناكي. شافني في ديك الحالة تخلع وناض عليا، وخرج من البيت وخلاني في حالة يرتلاها، كنغوت ونعاير حتى ترخيت وفشلت شوية. ودخل معاه الطبيب، وبعد ما فحصني الطبيب
قال له عندي انهيار عصبي حاد بسبب شي خبر تلقيته وشكل لي صدمة. كان سمع الهضرة الطبيب وكان بكي، وتفكرت شنو طرالي قبل سنتين. الزمن كيعيد نفسه، نفس الهضرة ونفس الموقف، حتى حاجة ما تغيرت غير في بلاصة سفيان كاين خليل، ويمكن الصدمة دابا أشد وأقوى. استسلمت لقدري وسرحت في آلامي، وقرب مني الطبيب ودق لي براء مهدئة. ترخيت ونحست. خليل سمح في الخدمة وبقى مقابلني ورد لي البال. كنت كنفيق ونعس على الكوابيس، وفي المغمض عيني أولا نعس كتجيني صورة صفاء كتشوف فيا بخبث وكتضحك باستهزاء. خليل ندم بزاف فاش كيشوفني كنتعذب كيبكي معايا، ولكن فاش غينفعو الندم وباش غيفسر ليا؟ فوق ما بغى يهضر في الموضوع ويحاول يشرح ليا او اللي يبرر الموقف ديالو، كانت عصب وكان رجع لنفس الحاله. واحد النهار فقت كنغوت ولقيت راسي بين احضانه، حنقني وزيرني لعنده وكيمسح على دراعي ودموعه ما حبسوش. خلاني احتبرت شويه، وطلبني ورغبني وحلفني بوالديا نسمع ليه ونعطيه فرصه باش يشرح لي. انا كنت مبنجه ما حاساش براسي، باغا نلوض نهرب ليه وما قداش شي حاجه ما نعاني، باغا نضربه وباغا نغوت عليه ونقول له سكوت، نقول له غدار ونقول له كنكرهك. ما قدرت ندير والو، لساني تربط وحواسي تشلو بالصمت. بقينا في ديك الوضعية مدة طويلة، معنقني ومتكيني على صدره، وبدا كيهضر بصوت حزين. قال هذاك النهار اللي تلاقينا فيه أمير صاحبي في الوطيل وقال عليك ديك الهضرة، وراني شي تصاور ديالك في بورتابل. صدمت ومعرفت ما ندير. من بعد صيفط لي العنوان ديال البار فين كيشوفك. ديك الساعة وصلتك للوطيل ومشيت نتأكد ونكذب كلامه، ولكني تفاجأت لقيت تما اختك. انا فاش شفتها تصدمت، كانت صورة تبقى الاصل منك ولكن حالتها لا علاقة معك، سكرانة وكتدور على الرجال من هذا لهذا. بغيت نزيد نتأكد وسولت على سميتها، قالوا لي سميتها فيدا. وسكت مدة طويلة كيحاول يستجمع افكاره قبل ما يكمل. نا دخلني الشك وتنويت، قررت نهضر معاها. ما لقيت ما ندير من غير انني نمثل عليها دور زبون من الزبائن ديالها. سايرتها ورقصت معاها وخليتها تقرب مني وخلصت عليها الشراب، وغير بدات كتهضر عرفتها ماشي انتي، غير من الطريقه باش كتهضر. صافي ومشيت في حالي من بعد ما خلصتها. الغد ليه جيت عندك الغرفه في الوطيل، كنعتذر منك على سوء المعامله والتصرف اللي درت معاك، ولكن انتي كنتي مشيتي، كنت غادي نحماق فاش لقيتك جامعه حوايجك، كنصوني ليك وما كتجاوبيش. ما حسيت براسي حتى لقيتني حدا باب داركم وجلست مع ماماك، وعودت لي كل شي على اختك وخطيبك ودفتر الشيكات اللي تسرق ليك من الدار. ربطت الأحداث وتفكرت هضرة صاحبي أنك أكبر نصابة. اتصلت بيه وأكد لي شكوكي، قال لي كتنصبي على الرجال وكدي لهم فلوسهم. صافي تأكدت وعرفت باللي اختك صفاء هي اللي زورات توقيعك، وهي اللي خدات دفتر شيكات ديالك وكتمارس الدعارة بسميتك. قاطعت بصدمة وقلت له أشنو؟ هاد الخبر نزل عليا بحال الصاعقة، جمع لي الدم في وجهي. علم كلخة أنا، كيفاش ما فكرتش فيها من قبل؟ إيش هاد الغباء اللي نزل عليا؟ كل شي كان باين، شكون من غيرها يقدر يهز لي دفتر شيكات من البلاكار ويزور توقيعي؟ قال خليل تعصبت وكنت باغي نشد الطريق ديك الساعة ونقتلها، ولكن ما قدرتش نخليك غارقة ونمشي. أول حاجة درتها جيت لعندك وخرجتك من تما، وما عرفتش علاش عرضت عليك الزواج، أنا ما كنتش عوال عليها.
يمكن خفت تهربي مني مرة أخرى، ما كنتش قادر نعيش بلا بيك. لقيت راسي بلا ما نحس كنتعلق بيك، كان بغي نشوفك ضاحكة، دموعك كيقطعوا لي قلبي. واخا قاع داكشي اللي درت فيا عذرتك وسامحتك، خصوصا فاش عودات ليا ماماك شنو داز عليك، زدت بغيتك اكتر. كنسمع الكلامو وما عرفت ما ندير، تخلطوا عليا المشاعر وما بقيتش قادره نميز، ورديت هبكة بحال ديما. شافني كنبكي وقطع كلامو كيمسح دموعي وكيبوس عينيا بحنان وقال حبيبه ما تبكيش عافاك. وقال المهم فاش خرجتي من الحبس مشيت وقفت صلاحية دفتر الشيكات، واتصلت باختك كنهددها ونحذرها تبعد عليك، وهذا هو الغلط اللي درته. شدات النمرة ديالي وبدات كديرونجيني بالاتصالات وكتهددني بيك انها غدا تدمرك وغتحطمك. قلت له علاش ما جيتيش عندي وقلتها ليا من الاول؟ علاش كتلعب مورايا؟ انت اكيد كتغدرني. وبديت كنبكي. قال ما بغيتش نجرحك، حيث مهما كان هذيك كتبقى اختك من لحمك ودمك. تعصبت وقلت له واخا، والبارح علاش مشيتي عندها؟ قال البارح فاش شافتنا في القهوة عادت اكدت اننا على علاقة، وبدات كتتصل بيا وتصيفط ليا الميساجات كتبرزطني. قالت ليا الا ما مشيتش نشوفها غدا تصيفط البوليس يديوك، غدير شي مصيبه وتلصقها فيك. مشيت هددتها وقلت ليها تبعد عليك، وخبرتها انك مراتي وانا غادي نحميك ومستعد نمحيها من الوجود الى نساتك بسوء. بقات كتعرض عليا راسها وكترمى عليا، كدير شي حركات وكترجى فيا ندير معاها علاقه. عصباتني وضربتها وخليتها مليوحة في الأرض، كتهدد التوعد بالشر. ما تسوقتش ليها، ما كانش كيحسب ليا غدا توصل بيها لهاد الدرجة. الهضرة ديالو منطقية، وخصوصا أنني عارفة أختي وطبيعها، فماشي بعيد تدير كتار من هاد الشي. كنت مصدقاه وعارفه ما كيكذبش، ولكن ما عرفتش علاش ما كنتش مرتاحة. شي حاجة في الداخل ديالي كتقول لي ما تتيقيش، ما تنسيش شنو داز عليك. وبلا ما نحس نطقت، وانا شكون ضمن لي هاد الشي اللي كتقوله صحيح؟ سكت شحال قبل ما يجاوبني بحال ما تصدم. قال ما عندي ما نقول لك اكثر من هاد الشي. شد وجهي بين ايديه بحنان وتقابلوا عينينا. قال فيدا شوفي في عينيا شنو بان ليك؟ بقيت ساكته وكنشوف في عينيه اللي كانوا كيلمعوا، ونظراته اللي كانت كتعبر عن صدق ومشاعر. شفت في عينيه حب وحنان وخيبه وحزن وصدق. وقال بنبره حزينه واش في دابا كتشكي فيا؟ كاع هاد المده اللي دوزت معاك باقا ما عرفتينيش، باقا ما وثقاش فيا. في نظرك انا نقدر نخونك ومع من؟ مع اختك. قلت ما بقيتش عارفه في شكون نتيق. قال لي انا عادرك، حيت داكشي اللي داز عليك ماشي سهل، وانا اكثر واحد حاس بيك. ما تنسيش حتى انا راه عشت نفس المعاناه، وحتى انا عارفه شنو كيعني انك تعرض للخيانه من اقرب الناس ليك. ولكن اللي بغيتك تعرفيه هو انني ماشي من داك النوع، انا مستحيل نغدر بيك. قد ما هدر قد ما كنحس بالراحه، الغمه اللي على قلبي كتمشي وتيقتي فيه كترجع. ما حسيت براسي حتى عنقته بقوه وطلبته يسامحني. قلت له حبيبي اسمح لي عافاك، وبديت كنبكي. بدا كيبوس في جبهتي وكيمسح في دموعي وقال شت انتي معذوره حبيبه. قلت له خليل. قال وي حبيبه. قلت بغيت نشوفها ضروري خاصني نواجهها. عقد حجبان وقال لا ما يمكنش. قلت عافاك حبيبي
خاصني نواجهها، نعرف اش بغات مني. قال لي فيدا، مستحيل نخليك تقابليها، هاديك مريضة تقدر تدير لك اي حاجة. قلت عافاك خليل عافاك، وهو يقول بنبرة صارمة، قلنا لا هي لا، انا اللي غنحميك منها، ثيقي فيا فيدا عافاكي. عرفتو ما غيبدلش رأيه، صافي وسكت وحاولت نتناسى، على الأقل تأكدت من براءة حبيبي، عرفت أنه ما غدرنيش وما خانش ثيقتي، عرفت أني ماشي بوحدي في هاد الدنيا، معايا خليل واقف جنبي وكيحميني. شعور زوين خلاني نترخى ونحس بالراحة، وغمضت عيني واستسلمت للنعاس. الصباح فقت على صوت تدواجو، بقيت مكسلة في بلاصتي، شفت الساعة لقيتها 7، جيت نوض نصايب ليه الفطور، اتحل الباب ديال الدوش وخرج عريان لاوي عليه فوطة بحال ديما. قال فقت يا حبيبة؟ قلت له اه، واش غتمشي للخدمة؟ ونط من الفراش بديت غادا الكوزينة، شدني من دراعي ولصقني معاه وقال فين غادا؟ قلت له نصايب ليك قهوة باش تفطر. نزل راسو لعندي وقرب فمو من فمي، واختلطت أنفاسنا، قلبي كيضرب وبديت ندوب. قال أنا باغي نفطر بيك، توحشتك، وبازني فمي بوسة خفيفة خلاتني نطير ونرفرف. استسلمت ليه وبادلت القبل، أصلا حتى أنا توحشته، توحشت ريحته وتوحشت قبولاته ولمساته وكل حاجة فيه. وهنا سالات لغة الكلام وبدات لغة الجسد، وكانت هاد المرة مختلفة، وانتقلنا لعالم اللذة والنشوة والحب بعيدا عن الشك والخوف. خليل نعس وبقيت مغمضة مدة طويلة، من بعد طبعت قبلة على خده كنشكره بيها على وجوده في حياتي، ونط ندوش. دوشت وصليت، خليل ناض حتى هو يدوش، ومشيت نصايب الفطور. فطرنا في جو مليء بالحب والرومانسية بحال ديما، ومشى للخدمة. قبل ما يخرج قال لي وجدي راسك لواحد المفاجأة. عييت فيه يقول لي شنو هي، ما بغاش، مشى وخلاني مشطونة بالي كله مع هاد المفاجأة. نط كنجمع الدار والروينة، وصلني ميساج وهزيت تليفون وإيديا كيرجفو، لقيتها رسالة من رقم مجهول. حطيت إيدي على قلبي، ما قداش على شي صدمة جديدة. قريت الميساج ولقيت فيه إيوا كيف جاك راجلك أختي العزيزة. طلعت معايا السخانة وحسيت برجلي فشلاني، جلست على الفوتيل كنحاول نتمالك أعصابي ونتهدم. دابا هادي شنو بغات؟ إيش كيحسب ليها راسها؟ أوف، ما بغاتش تعطيني اتساع، كيحساب ليها كنخاف منها، خاصني نوقفها عند حدها. وبلا وعي هزيت التليفون واتصلت بالنمرة، صونا مرة وهي تجاوبني في ساعة بحال كانت كتسنى اتصالي. قالت اختي الحبيبة، واخيرا حنيتي فيا واتصلتي بيا. سمعت صوتها وتزعزعت، صوتها حراش شوية ولكن نفس النبرة القاسية ديال هادي شحال. استجمعت قوتي وهدرت بصوت خالي من المشاعر، قلت اشنو بغيتي مني؟ قالت اجي عندي دابا وتعرفي شنو بغيت. قلت ليها ما عندي ما ندير بيك او ما بغيتش نشوفك. ضحكت باستهزاء وقالت خاطرك اختي. قاطعتها وقلت ما تعوديش تقولي لي يا اختي، ما يشرفنيش تكون عندي اخت بحالك. ضحكت وقالت بغيتي ولا كرهتي، حنا كنبقاو خواتات. قلت ليها سمعيني مزيان، غتفرقيني عليك وتخرجيني من حياتك والا ما غيعجبك حال. ضحكت تاني وقالت هاديك اللي ما عمرك تحلمي بيها، اش عندك ما ديري كاع، سيري في حالك، انتي مجرد جبانه ما قادراش حتى تواجهيني. استفزيتني بكلامها وقررت نمشي نقابلها واللي ليها ليها. قلت لها بعصبية فينك دابا، وعطاتني العنوان وقطعت عليها. لبست عليا وخرجت شديت تاكسي
وصلني لدارها اللي كانت عبارة عن شقة ملكية في إقامة فاخرة في حي جيليز. ما بغيتش ندخل عندها، خفت منها. وقفت في باب العمارة واتصلت بها تنزل عندي. بقيت كنتسناها مدة طويلة. هي نزلت لابسة عليها جلابة ضيقة قريبة ترطق عليها. الزمان بدلها بزاف، وجهها تبهدل، وعينيها دبالو، والهالات السوداء دايرين فيها حالة. ما كنتش حاملة نشوف فيها ولا نزيد نسمع صوتها، ولكن ما باليدي حيلة. مشينا الكافيه غير تما نجلسو ونهضرو. بعد ما جلسنا هي طلبات قهوة كحلة، وأنا ما بغيت نشرب والو. المنظر ديالها وطريقة كلامها بصوتها الخشن اللي تغير من القهوة والشراب والقارو أكيد. جابوا لي التقية، مشاعري كانت مخربقة. حقدت عليها وكرهتها، وفي نفس الوقت شفقت عليها. كان حس بقلبي كيتعصر من الألم. ما قدرتش نستوعب الحالة اللي وصلت ليها، وما متيقاش أنها دي اختي اللي تقاسمت معاها شحال من حاجة، واللي كبرنا بجوج في نفس الدار، وحملات بينا نفس الكرش. تحجروا الدموع في عيني، ولكن سرعان ما قصحت قلبي وقلت لها شنو باغا مني. قالت باغا خليل. قالتها بكل بساطة، بحال لك تهضر على شي لعبة ولا شي فستان. كلامها عصبني، والطريقة باش كتهضر شعلت فيا النار. خبطت ايدي مع الطابلة وغوت عليها. واش انتي اختي ولا شيطان؟ ما كفاكش شنو درتي ليا؟ اهربتي مع خطيبي وقتلتي فرحتي. ضحكات وقالت باقى عقل على داك التافه. على العموم سفيان ساليت منه، بامكانك تاخديه، ولكن خليل ديالي ما تحلميش به. كيف ما خديت ليك سفيان، انا غناخدو ليك حتى هو. وغمزاتني بابتسامه خبيثه. حاولت نتحكم في اعصابي، وقررت نستفزها كيما استفزتني، وقلت ليها حلمي، داك الحقير سفيان مشى معاك حيت ضعيف الشخصيه وماشي راجل. اما خليل حاجه اخرى، كيبغيني وكيحميني، اصلا ما غتوصلي معاه لوالو. اذا بلا ما تحاولي. دارت ضحكه وقالت حمقه، وغتبقاي ديما حمقه ونيه، وما عمرك غدا تبدلي. قلت لها الحمد لله حمقه ولا عاهرة؟ قالت عاهرة، عندك الحق، ولكن خليل غناخدو ليك. وضحكات. كانت كتكلم بكل ثقة، كتشوف في عينية وكتحداني بكلامها. شفت فيها حتى أنا وكنتحداها، وهدرت بهدوء وبنبرة استهزاء. قلت ما غتقدريش، حيت خليل كيبغيني بالصح. وشفتي والله لا كنشفق عليك، لا راجل لا عائلة ولا مستوى. بقيتي فيا والله العظيم. الهضرة ديالي صدماتها وعصباتها فجأة تبدلوا ملامحها، غضب على وجهها وقالت كنكرهك كنكرهك. انتي ديما احسن مني، ديما من نهار تزادينا وانا كنحس بالنقص، ديما متفوقة في قرايتك، وديما بابا كيبغيك كتار مني. انا كناكل العصا وانتي لا، وفي الصيف انتي يعطيوك الكادوات وانا لا، وحتى الجيران كيفضلوك عليا. كل شي كيقول فدا احسن من صفاء. كرهتك وكرهت والديا وكرهت الناس، ولكن كان واعدك غناخد منك راجلك وما غنخليهش ليك. كيف ما خديت سفيان غناخد خليل، والا ما خليتكش تخرجي الطريق بحالي انا ماشي صفاء اختك. كنكرهك. وبدات كتبكي، ودخلت في حاله هستيريه كتغوت وتهرس الطوابل والكيسان، وتجمعوا علينا الناس، ودارت لينا فضيحه. مول القهوه هز التليفون وكيعيط للبوليس. هنا تفكرت هضره خليل، قال لي يا ما تمشيش عندها. تخلعت وندمت كاع على جيت. نت وقفت ومشيت في حالي بهدوء. خرجت من الكافيه
وقلبي كيضرب على 180. لحسن الحظ لقيت تاكسي في الباب، وصلني للدار وسديت الباب وتكيت عليه. طلعت في الدروج كان جري، دخلت وسديت الباب ووقفت مسندة عليه كان الهاتف وأنا مغمضة عينيا. حسيت بحال لا شي حد معايا في الدار. حليت عيني كان لقى خليل واقف كيشوف فيا مستغرب. قفزني من بلاستي بالخلعة، قال لي فين كنتي؟ قلت له بصوت متقطع كنت مشيت نشارجي. طلع حجبان وقال لي ومالكي كتجري؟ قلت له لا والو غير على المسلسل. ما لقيت ما نقول وما عرفتش علاش كذبت عليه. من قوة الإحراج بغيت نبدل الموضوع. قلت له وانت علاش جيتي في هذا الوقت؟ قرم مني بابتسامة وقال ما بغيتينيش نجي. قلت له لا غير ما موالفاش ليك. خرج جوج تأشيرات من جيب جاكيتو ومدهم ليا وقلت له شنو هادو؟ قال فيزا لإيطاليا، فين غندوزو شهر العسل. وغمزني أنا غير سمعت إيطاليا ونسيت كاع مشاكلي ورجعت فيا الروح. قلت له حلف نمشي والبندقية عافاك، ديما كنحلم نمشي ليها. نديك فين بغيتي، عندك جوج سيمانات ديالك، انتي امري وانا معليا الا ننفذ. ما حسيت حتى قربت منه وشديته من وجهه وبسته فمه بوسه طويله. السيد ما صدق، زيرني لعنده وانسجم معايا من بعد ما هزني وداني البيت النعاس. وبعد ما سالينا نعسنا شويه مشينا نتغداو عند حبابه ونشوفوهم قبل ما نسافروا غدا في الصباح. دوزنا ديك العشيه غزاله مع عبوستي وسلوى والجده، ومورا ما تغدينا خرجنا كاملين نشربوا قهوه في الجرده. جلسنا على شي فوتويات، الله على جلسه شحال زوينه في الطبيعه وسط العائله والاحباب، كل شي ناشط وفرحان ونفسيتي تحسنات. كنت محتاجه لهاد الجلسه ننسى شويه هموم. وواحد اللحظه جات جلسات حدايا عبوستي وهمسات لي في ودني، قالت اش درتي في ذاك الموضوع؟ جاوبتها بدهشة اش من موضوع؟ قالت لولادة بنتي، واش باقي ما كاين والو؟ تزنقت وتوترت. قلت لها مازال في هاد الساعة ما كاين والو. قالت ما مشيتوش للطبيب؟ تعصبت. قلت ليها رجوع لها خالتي، واش باقي ما فات حتى شهرين على زواجنا نمشي للطبيب؟ وهي تقول سمحي لي يا بنتي كنتدخل في هاد الشي، ولكن خليل محتاج شي وليد في اقرب وقت، عافاكي ما تحرميهش. ما عرفت باش نجاوبها وقلت لها يكون خير خالتي. جاب الله عيطات عليها الجدة، اما كون درت فيها نيشان ما فهمت كاع مالها مع الولاد، وهي اش دخلها اصلا؟ اوف ناقصه مشاكل. انا مرضاتني ودخلت لي الوسواس لدرجه خفت نكون عاقره. اعوذ بالله على افكار. وجا حبيبي جلس حدايا وعنقني، ترخيت شويه وحاولت ننسى الموضوع وانسجمت معهم في الحديث. حتى كيدخلوا سهام وجواد قال لك جاوا يسلموا علينا قبل ما نسافروا، وكان معاهم واحد الولد صغير كيحمق بالزين تكون عنده 3 سنين. شاف خليل وجا كيجري لعندو تلاح عليه، وخليل ناض وقف وهز الولد في حضنه. قال الولد بابي توحشتك بزاف. قال خليل حتى انا ولدي توحشتك فوق القياس. وانسجم معاه كيلعب معاه وكيجري موراه بحال شي دري صغير. عمري ما شفته في هذيك الحاله كيضحك من قلبه. بقيت حاله فمي فيه. وقربت مني سهام تسلم عليا، شافتني مصدومة وهي تقول لي هذا ولد عماد. تفاجأت من الهضرة ديالها، اللي فهمته عماد هو ولد طليقته، يعني اللي كان كيحساب ليه راه ولده. ولكن أنا تصدمت في خليل والطريقة باش كيتعامل مع الولد، وبقيت كنشوف فيهم وكنحلل وناقش في شخصية خليل المركبة. كيفاش قادر يتعامل مع ولد طليقته اللي خانته بهذه الطريقه؟ وكيفاش فرحان بيه؟ وكيفاش كيلعب معاه؟
فعلا هاد الإنسان ملاك نزل من السماء. وغرغروا عينيا بالدموع، وزادت كملات عليا عقوزتي اللي رجعت جلسات حدايا وقالت لي: شفتي شحال كيحماق على الدراري؟ عافا بنتي الله يرضي عليك، سمعي الكلامي وولدي ليه شي وليد. هنا باللي سمعتها ما بقيتش قادره نحبس دموعي، غلبتني مشاعري وما تسوقتش العيون اللي كانت عليا، خصوصا سهام وجواد اللي كانوا مقابلين معايا ومركزين عليا، شافوني كنبكي وعجبهم الحال وتأزمات نفسيتي من جديد. كملت ديك العشية غابس وخالي لنساني واش كاينة، أصلا كان مشغول مع ولده كيلعب معاه وكيجمع معاه وكيبوسو. ووصلت 8 د العشية ونضنا وقفنا باش نمشي، كنا واقفين كاملين في الباب كنسلموا عليهم وكنودعوهم. قبل ما نمشيو صونا تليفون خالي مشى بعيد جاوب، وانا بقيت مراقبه وعقلي كيدي ويجي. دازت مده ورجع واحد اخر مغوبش وعروقو بارزي، ودعناهم وركبنا في الطوموبيل وانطلق بسرعه جنونيه ما فهمت ماله. السيد في ساعه تقلب، كان سولو ما كيجاوبنيش، كان شعل الراديو وكيطفي. تخنقت وحسيت بغصة في قلبي، ووصلنا للإقامة ديالنا ونزلت فيه ساع وخليتو كيستاسيون، وطلعت في الدروش كنجري. دخلت للدار ومشيت ديريكت للبيت، تلاحيت على الناموسية بحوايجي، كنحس براسي غينفجر من قوة التخمام. كنفكر في الهضرة ديال صفاء وتهديدها ليا، وكنفكر في الطلب ديال عبوستي، وكنفكر في التصرفات ديال خليل ووقاحته معايا. صافي تجمعوا عليا المشاكل، وبديت كنبكي ونبكي. وزاد كملها هذا المرض الغدار، اغبر ما عرفت فين مشى، باين يكون مشى عند صفاء ولا عند شي وحده اخرى، شكون عرف. وبقيت كنتصارع مع افكاري حتى داني النعاس، فقت على صوتو كيحل البال، ما حملتوش، درت راسي ناعسه. دخل الدوش وكنسمع الماء، عرفتو كيدوش. خرج وشعل الضو وجا وقف حدايا وهز عليا الغضب عنف وقال: انا عارفك ما نعساش. درت الجهه الاخرى وعطيتو بالظهر وقال لي: فين مشيتي قبيله؟ ما بغيتش نجاوب، درت فيها غضبانه زعما. سكاتي زاد ازم الموضوع وضرب ايده مع الحيط بقوه حتى تهزات البيت وقال بالغوات: جاوبيني فين كنتي قبيله؟ خلعني وقفزني من بلاصتي. صافي عرفت باللي قفرتها، ايش داني نمشي لعندها؟ وبلا وعي نط وقفت كنشوف فيه وقلت له: كنت مشيت عند صفاء. قال: ومع من تشاورتي؟ طريقه باش كيهضر معايا عصباتني واستفزاتني. وقلت له: هاديك اختي وما محتاجاش الإذن منك باش نمشي عندها. وهنا شعر وتعصب وعطاني جوج تصفيقات، ضربني بكل جهده، من قوة الضربة طحت في الأرض مصدومة ومفجوعة، وخرج وازدح الباب مورا. خلاني في حالة يرتى لها، خلاني في حالة بكيت حتى ما قديتش، ونط غسلت وجهي ورجعت لبلاصتي كنتنخصص حتى داني النعاس. الصباح حليت عيني ولقيت واقف عليا كيشوف فيا نظرات ما مفهوماش، دورت وجهي ما حملتش نشوف فيه وهو يهدر من تحت سنانه وقال: نوضي لبسي في ساعة. دورت وجهي وعقدت حجباني وقلت له في خاطري: تفو على مرض، باغيني نسافر معاه والله لكانت ليه الشماتة لاخر. وهو يغوت: قلت ليك نوضي لبسي. تعصبت وقلت له: ما نايضاش، بعد مني، ما بغاش نسافر معاك. شدني من فكي بقسوة وقال: نوضي تمشي للكوميسارية. هنا تخلعت ودخت، بديت كنسمع الصافير في ودني. تفكرت شنو درت البارح وزدت قفرتها كنكذب علي. قلت له: علاش؟ قال لي بسخرية: ما عارفاش علاش، يا كنتي اللي مشيتي مورايا كتلاقاي بختك، ياك انا حذرتك. قلت له: انا مشيت غير نحذرها
ونقول لها تبعد علينا. وبديت كنبكي. انطر ايديه وناد وقف. كان في قمة الأعصاب ديالي، شاد راسه وغاد الزز وقال سكتينا من الهضرة الخاوية، نوضي نمشي ونشوفو اش نديرو في هاد المصيبة. قلت له اينا مصيبة؟ قال اختك اللي ما محتاجاش الاذن ديالي باش تمشي تشوفيها ادعاتك في المحكمة واتهماتك بالضرب والتعدي، والناس شهدوا عليك كنتي كتخاصمي معها في القهوة. صدمت وقلت له اشنو؟ قال لي يا ونزيدك دارت شهادة طبية فيها كتار من 21 يوم. انا غير سمعت هاد الهضرة تجمد لي الماء في ركابي، حيت عارفة شنو هي التهمة اللي غادا توجه لي. بديت كنبكي بحرقة، وجرني خليل من دراعي بقسوة جهة البلاكا وقال يلا لبسي في ساعة، ماشي وقت هاد التوحيط ديالك، البس اي حاجة جات في ايدي. وجمعت شعري ومشينا في ساعة بلا فطور. وصلنا الكوميسارية وقرينا المحضر. صدمت، لقيتها مقادة ليا الدوسي مزيان ومكحلاها عليا. قالت انا ضربتها بالقرعة الشراب وتسببت ليها في تشوهات على مستوى العنق، وقال لنا المحامي غيتابعوني بجنحة الضرب والجرح المتعمد. القضية حامضة وفيها من 2 ل5 سنين، وخاصنا نجمعوا الملف هنا قبل ما يوصل الوكيل الملك. كنا كنهضروا نتناقشوا وكنحاولوا نجبروا شي حل. احتنض خليل مش خرج، ودازت شي نص ساعة ورجع مع ولد عمو جواد اللي غنكتشف من بعد انه والي الامن جهة مراكش. انا شفته وبغيت ندخل في حوايجي، كان كيدير فيا شوفات غريبة بحال اللي كيتشفى فيا وفي خليل، وطبعا بفضل نفوذو خرجني منها بحال الشعرة من العجينة. ما كلفوش الامر كتر من 10 دقائق ومشى في حاله. وزاد المحامي ورط صفاء في قضايا السكر والفساد العلني، لفقوا لها قضايا تورطها شي 4 شهور ولا كتر في الحبس. وخبقت فيا وضرني خاطري، ولكن قلت مع راسي تستاهل، على الاقل غنتهنى منها واحد شويه وغنتنفس الصعداء. مشينا للدار في الطوموبيل، الطريق كلها وحنا ساكتين والجو مشحون. خليل باقي معصب وما حاملش يشوف فيا، عنده الحق يدير كتار من هادشي. درت ليه شو ها حدا ولد عمو وزيدها بالفهامات. شفت في الساعه لقيتها 2 ديال العشيه، ما بقى صفا. على زهر عندي النهار اللي كنت غادا نسافر وندور حتى انا مع راجلي بحال الناس، صدقت ندوزه في الكوميسارية. هادشي كله بسببها، بسبب اختي التوأم اللي من المفروض تكون احن الناس عليا. كل ما مشيت القدام وكل ما فرحت شوية كنرجع نبكيهم دم بسببها. اه يا ربي شنو درت باش نستاهل هاد العذاب. وحتى هاد الراجل مسكين من نهار عرفني وهو مكرفص معايا، اشنو دنبو في هاد الشي كله؟ وبلا ما نحس نزلوا دموعي حارين. بقيت كنبكي ونخصص حتى وصلنا للدار. نزلت بهدوء ووقفت كنتسنى فيه ينزل حتى هو، وديمار الطوموبيل بلا ما يهضرني. ما عرفت فين مشى، اكيد ما قادرش يتحمل وجودي، ما قادرش يجلس معايا ويشوف وجهي. من حقه، شنو شاف مني من غير العذاب والألم والخزي؟ صافي بارك عليا من الأنانية، وقررت نخليه يرتاح ويعيش حياته. دخلت للدار ومشيت نيشان البيت، حليت البلاكار وبديت كنجمع في حوايجي ودموعي ما حبسوش. ساليت وجريت ديك الباليزة وتميت خارجة من البيت، وبديت كندور في الدار كيف الحمقى، كنودعها بعينية وقلبي كيتعصر من الألم. تفكرت شنو عشت هنا وأيامي زوينة مع حبيبي، ما سخيتش، كان بغيه بزاف. آه قلبي كيفاش غنقدر نعيش بلا بيه؟ غدا نحماق بلا بيه، ولكن مصلحته أولى. بارك عليه من العذاب، بارك داكشي اللي شاف بسبابي. ونهاريت بالبكاء وطحت على ركابي، كنغوت ونغوت بأعلى ما في صوتي، وكنردد كان بغيك خالي.
شوية كنحس بيه هازني من الأرض بكل حنان. عرفته هو من ريحته. غمضت عيني وشبكت إيديا مورا عنقه، وبديت كنبكي ونتنخصص في حضنه وهو كيسكتني وكيردد عبارات كنبغيه وكنحماق عليه. هزني وهبطني في الدروج وحطني في الطوموبيل وركب حتى هو وانطالق بينا. ما عارفاش فين وما سولتوش، ما بغيتش نعرف فين غادي وما كيهمنيش فين نمشي. يكفي أنني معاه. نفست بعمق واتكيت على الزاج وغمضت عيني وداني النعاس. حليت عيني ولقيت شاد الطريق السيارة. عرفتو غادي مسافر بيا. تفكرت حوايجي اللي ما جبتهمش وقلت له خليل حبس خاصنا نرجعو. قال علاش؟ قلت له نسيت ما جبتش حوايجي. ضحك وقال حمقة غير رجعي نعسي حسن ليك، كل شي داير ليه الحساب. قلت له فين غاديين؟ قال يا قلت ليك البارح غنمشيو لإيطاليا وحتى إسبانيا، غنفوتو عليها في طريقنا. قديت الجلسة ديالي وهدرت أنا كل حماس بصاح. قال عمري قلت ليك شي حاجة وما نفذتهاش؟ شفت فيه وجاتني البكية، ما مطيقاش راسي، واش أنا في حلم ولا في علم؟ عرفت اين خير درت في حياتي حتى جزاني الله بخالي. فعلا ان بعد العسر يسرا. نهدت بعمق وحمدت الله في سري. رمقني خليل بنظره خاطفه وبانوا ليه الدموع في عينيه. مد ايدو لمسخدي بكل حنان وقال مال الحبيبه ديالي؟ قلت له خليل انا ما نستاهلش هادشي كله، انت ما خليتي ما درتي عليا وانا ديما مغرقاك في مشاكلي. حط ايدو على فمي وقال شت ما تقوليش هكا، انتي ما عارفاش القيمه ديالك عندي وشحال كنبغيك، انتي ما عارفاش اش درتي فيا من نهار دخلتي لحياتي، حياتي اللي قلبتيها راسا على عقل. انا قبل ما نعرفك كنت كنسكر وكنفسد وسامح في صلاتي، كنت ضايع. جيتي انتي بالبراءة والنقاء اللي فيك ورديتيني للطريق وخليتيني نحس ان الدنيا باقة بخير. كلامه زعزعني وحرك لي مشاعري. شديت ايدو كان بوسو وكان بكي بتأثر وقلت له اسمح لي عافاك على البارح انا. قاطعني وقال صافي نسى يا حبيبة، انتي اللي سمحي لي تعصبت عليك وضربتك. ورجع المسخدي كيتحسس مكان الضربة. قلت له هاني يا حبيبي على قلبي بحال العسل. غمزني وقال هيا نبقى نضربك ديما. ضربته على كتفه وقلت له ايوا جرب تعاودها وتشوف. وهو يقول سمعيني يا فيدا، ما نبغيش هاد الموقف يتكرر مرة اخرى، ما تعاوديش تخبي عليا شي حاجة، اتفقنا؟ قلت له كون هاني صافي حرمت عمري ما نعاود. ابتسم وقال يخليك ليا. يلا نزلي ها احنا وصلنا للميناء. نزلت قبل منه وانا في قمه النشاط ديالي وقريت البلاكه ميناء طنجه. بقيت غا حال فمي، ما عرفت كيف دار ليها من مراكش حتى لطنجه. ما فقت من الدهشه حتى طلعنا للباطو، كان كبير بزاف، المنظر ديالو جاب لي الرهبة. جاني الخوف أول مرة نطلع في الباطو. طلعنا وهو حاط دراعه على كتفي. هاد شي حسسني بالأمان، وكان الباطو عامر بالناس أكترية ديالهم نصارى. جات في بالي فكرة جنونية كنت ديما كنت من نجربها، وجريت خليل لحافد الباطو ووقفنا في وضعية التيتانيك. كنطلو على البحر، واحد الجو في قمة الرومانسية والشاعرية. كنت طايرة بالفرحة وحاسة براسي. غمضت عيني كنستنشق الهواء العليل والريح كتطير خصلات شعري المتناطرة. عشت الدور مزيان. ومشينا من بعد الغرفة ديالنا وجابوا لينا الباجاج. كانت غرفة صغيرة فيها سرير صغير وبلاكار ودوش. الضوء ديالها خافت والأداة كلاسيكي، الشي اللي جعل المكان في قمة الشاعرية. تكيت فوق الناموسية كنت سرح شوية بما خرجنا نشوفو ما ناكلو.
جلس حدايا خليل قرب مني وحط راسه على صدري. أنا بقيت كنشوف فيه كيبان بحال شي ولد صغير ومحتاج لحضن أمه. بديت كنلعب ليه في شعره واللحية ديالو. قال: عرفتي يا حبيبة، عييت البارح والله ما نعست حتى شي دقيقة. هبطت عندو راسي وبستو في عينيه، قلت له: هاني غنعس حبيبي. دندنت ليه أغاني اللي كان غني الصغار، وبدا كيغمض عينيه وكيترخى حتى نعس في حضنه. جلست هكاك معنقاه ومراقباه، كنشوف ملامحه وكنبوسه وكنعنقه. وفاتت ساعة ضراتني كرشي بالجوع، وتفكرت أنني من البارح ما كليت شي حاجة. اضطريت أنني نفيقه، كنقيسه في وجهه وبشعري. كيحرك عينيه والو ما بغاش يفيق، بستو فمو ويفيق كيطالب بحقوقه الشرعية. قلت له: ما فياش الجهد، خصني الطاقة. ما زادش معايا، وناض دوشنا وصلينا وجبت الباليزة نشوفه ما نلبسه. تفاجأت لقيت فيها حوايج جداد من أشهر الماركات العالمية. اختاريت غوب طويلة في الزرق السماوي، وهو لبس شورت في الجري وتيشيرت في الغوف. واو، شكي حمق. زعت فيه وبقيت كنشوف فيه بحال أول مرة غنشوفه، وعاق بيا. قرب مني والشوفة ديالو كدوب الصخر، ودفعني على الناموسية وقال: واقيلا نديرو بالناقص من هاد العشاء. نط في ساعة وهربت ليه من البيت، وخرجنا مشينا للمطعم. جلسنا مقابلين مع البحر وحطوا لينا العشاء. تعشينا وسالينا، وقرب مني خليل وجلس حدايا خشاني في صدره، وبقينا كنشوفه في البحر اللي كان مضوي بالنجوم. كنا كنتسناو الباطو يوصل لإسبانيا، وكل واحد غارق في أفكاره. ما حسينا حتى وصلنا للأراضي الأوروبية. في ساعة داز الوقت ما سخيتش، وبدينا جولتنا في إسبانيا. دوزنا فيها سيمانة، زرنا شحال من مدينة. كنا كل نهار كنباتو في مدينة، ومن بعد سافرنا بالطيارة لإيطاليا، عشقي الأبدي. وتما فين بدات المتعة الحقيقية. دوزنا أحلى أسبوع في حياتنا، وخليل نفذ الوعد ديالو، دار لي الخاطر في كل شي، أي حاجة طلبتها كينفذها بدون تردد. في النهار كيدور بيا ويدير لي خاطري، وفي الليل كيحسسني أنني أميرة جالسة على عرش قلبه. دازت 7 أيام في ساعة ما حسيناش بيها، زرنا شحال من مدينة إيطالية، ومشينا لفينيسيا. دوزت فيها أجمل نهار في حياتي، كانت مدينة واعرة، مدينة العشاق بامتياز. ووصل وقت العودة لأرض الوطن، ما سخيتش وما بغيتش نرجع. وعدني خليل أننا غنرجعو نسافرو في أقرب وقت، ورجعنا. وصلنا للمغرب ونزلنا في طنجة، شدينا الطريق لمراكش. وصلنا مع 5 د العشية، وصلنا عيانين بالطريق، وجلسنا غير في الدار ونعسنا بكري. الغد ليه بدا الروتين اليومي، فقت بكري، دوشت وخرجت، صليت وفيقت خليل، صيبت الفطور ولبست وفيقت خليل، وهو يقول: فين غادة؟ صبحت ولا؟ قلت له: كيفاش فين غادة؟ غنمشي معاك الخدمة. قال: اشنا هو؟ قلت له: ياك في الاول قلتي لي ارتاحي غير سيمانة ورجعي للخدمة، انا زدت ارتاحيت كتار من شهرين، شنو بغيتي كتر؟ عقد حجبانه وقال: ولكن في دا. قاطعته وقلت له: ما كاين ما ولكن، خليني نمشي نخدم غير نغير الجو، كنحس براسي غملت في الدار. بقى كيشوف فيا مدة طويلة، حليت صدم من الهضرة ديالي، ورجع كيطلعني وهبطني بعينيه قبل ما يهبط، وقال: واخا لالا، بغا تمشي تخدمي، ما قلنا والو، ولكن ماشي بهاد الحالة. صدمت وقلت له: مالها حالتي؟ قال: ما عجباتنيش. قلت له: ايوا صافي، ما تكونش معقد. تعصب وقال: اه معقد، احسن ما نكون ديوت. قلت له: اش كتخربق انت، وزدتي فيه. قال: شوفي اللي نطولوه نقصروه، بغيتي ترجعي للخدمه تلبسي كسوه مستوره وتغطي شعرك. صدمت وجلست، قلت له: كيفاش؟ قال: هذا اخر كلام عندي. مشى خرج وزدح الباب موراه،
وخلاني مصدومة في بلاصتي، ماشي على الحجاب، بالعكس أنا ديما كنت كنفكر نديرو، وديما ضميري مأنبني كنقول صلاتي ما مقبولاش حيت ما كنغطيش شعري وكنلبس المزير، ولكن تصدمت من الطريقة باش كان كيهضر معايا وكيفاش بغى يفرض عليا رأيه. كنت باقا كنتصارع مع أفكاري، وصلني ميساج منه قال حبيبة ما تقلقيش مني حيت هدرت معاك قاصح، أنا بغيتك ليا بوحدي، ما نحملش يشوف فيك شي حد من غيري. جاوبته الحجاب نهار نقرر نديره بلا ما تقولها لي أنت. قال آه عندك الحق، ولكن الإنسان فاش كيبغي شي واحد كيبغي له غير الخير. ما جاوبتوش وهو يرسل ليا ميساج اخر، قال ليا عقلتي يا فدا فاش كنتي كتنصحيني نصلي ونقطع الشراب، سال معايا بهذا الميساج، عنده الحق 100%. وجاوبته في ساعه صافي يا حبيبي غنديرو، ما يكون غا خاطرك، ارسل ليا يخليك ليا حبيبه ديالي. قلت له ويخلي ليا المغيار ديالي. قال شوفي غتمشي للبيت وغتلقاي فلوس محطوطه في الخزنه، عيطي على سلوى تجي عندك وسيري تخداي حوايج جداك. قلت له كان بغيك يا حبيبه، وقال وانا كان موت عليك. ساليت معاه واتصلت بسلوى باش تدوز عليا، وجات عندي سلوى ومشينا تقدينا داكشي اللي بغيت. سالينا واتصل بيا خليل وجا عندنا بعد ما نعتنا ليه البلاصه، ومشينا مع سلوى للدار. دخلنا نسلموا عليهم وعقوزتي غير شافتني وجبدات ليا موضوع الولاد، ولات كتستفزني وكديرهم جيني، ما بقيتش كنستحمل هضرتها. عطيتها واحد الجواب قاصح خلاها تسد فمها عليا بالمره. قلت ليها سولي ربي، هو اللي مازال ما رزقناش، خلاني خليل في دارهم ومشى يقضي شي غرض. حطوا الكوتي وكليت معاهم وبقيت كنتسنى في خليل. وصلت 8 دليل وجا حبيبي ومشينا في حالنا، ولاحظت انه بدل الطريق. سولته قال لي مفاجأة وداني الواحد الكافي كلاس كان عامر بالناس. دخلنا لداخل وطلعنا للفوق كيبان لي خاوي غير حنا اللي جالسين. جلست مقابلة معاه كان كيفتارسني بعينيه كيشوف فيا بنظرات غريبة وعينيه كيلمعو، واستأذن مني باش يمشي للتواليت. شوية تفضوا وداروا أغنية جويو زانيفرسال. طورت عيني في المكان مستغربة، وشوية كيبان لي زوجي الغالي جاي لعندي وهاز طغطة في إيدي كيبتسم لي وكيردد مع الأغنية، وأنا من شدة الانفعال نط وقفت وبديت كنبكي بالفرحة. تفكرت هاد النهار يوم ميلادي وهاد النهار غدا ندير 24 عام. ياه إلا كنت نسيت وقاع. حط الطارطة على الطابلة وقرب لعندي كيبوسني وقدم لي كادو اللي كان عبارة عن كونتاكت موبيل. عنقت وشكرته وطفينا الشموع، كلينا من الطارت واستمتعنا بالوقت ديالنا. ووصلت 11 ومشينا لدارنا كملنا الاحتفال ديالنا. بقينا سهرانين حتى الجوج دالليل ونعسنا وحنا معانقين بحال ديما. والغد لي فقت قبل منه وجدت الفطور وفطرت في ساعة ومشيت للبيت نشوف ما نلبس. لبست سروال جين مقاميجة طويلة في الخضر، ودرت شال حتى هو في الخضر مع مكياج خفيف. صراحة بدون مبالغة جيت فنة وغزالة، الحجاب عطاني لمسة خاصة. مشيت عنده كان كيتسناني في الباب، شافني وباسني في جبهتي وحاوطني بدراعه ومشينا للشركة. وصلنا ونزلنا من الطوموبيل وشبك ايده مع ايدي ودخلنا بجوج. اللي شافنا كيستغرب، كاين اللي عرفني وكاين اللي ما عارفنيش شكون. طلعنا للبيرو ديالو، قال لي يا كنتي المستشاره ديالي خاصك تكوني حدايا. انسجمت مع اجواء العمل بسرعه، عجبني الحال فاش رجعت للخدمه، حسيت بالحيويه والنشاط وحسيت براسي عضو فعال في المجتمع، خصوصا فاش كنت كنحضر لشي اجتماع وكنبدا نهضر وكل شي معجب افكاري. من اللي شافني سليم تصدم لسببين، السبب الاول حيت درت الزيف، والسبب الثاني حيت زوجت بخالي. حسيت بيه بحال ما عجبوش الحال،
بحال لا أصيب بخيبة أمل. أما سي خليل فكان ما كيضيع حتى شي فرصة يعلن فيها ارتباطنا. اللي شافنا بجوج كيقول له نقدم ليك المدام. كان كيغير عليا بزاف وكيبغي يتحكم فيا، خصوصا فاش كيبدا شي كليان ولا شي شريك كيمدح فيا قدامه. مسكين كنحس به كيتزير وكيقاوم. ما نكرش هاد الشي، كيفرحني وكيحسسني بقيمتي عنده. دازت ليام بسرعة البرق وفات شهر وانا خدامه، وحاولت نوفق ما بين الخدمة والدار، وجاب ليا خليل مرا تعاوني في الشقة ديال الدار. واخا هكاك ما كنتش مقصرة، كان صايب ليه الشهيوات اللي كيبغي، كان حمر ليه وجهه مع حبابه وصحابه. المهم زواجنا كان مثالي، وعلاقتنا ولات اقوى من قبل. كانت مبنية على اساس الحوار والصراحة المطلقة. عشنا احلى ايام حياتنا حتى لهذاك النهار اللي عرضات علينا عجوزتي، قالت ليك دايرين عشاء لينا والجواد وسيهان. بعد ما خرجنا من الخدمة ومشينا للدار، صلينا وارتاحينا شوية، عاد مشينا للفيلا. عجوزتي فرحات بزاف فشافتني بالفولار، لا هي لا الجدة. بقاو غير كيشكروا فيا وكيضربوا المعاني على سيهان اللي كانت لابسه كسوة مقزبة وقاع معريه مع كان الصهد. حطوه القهوة وآتاي في الجردة، هدرنا وضحكنا ونشدنا. وعجوزتي من آخر مرة درت فيها ما عودات جبدات معايا موضوع الولاد. الحمد لله فهمت راسها. وصلت تسعود الليل ودخلنا للصالة نتعشاو، تحطات الماكلة وداكشي كان بنين وكيحمق. كليت حتى ما قديتش وكملتها بالكلاص. سالينا العشاء وتجمعنا على صينية آتاي. الجدة كانت بغات تهضر معنا في موضوع، قالت ليك مهم وما كيحتملش التأجيل. كل شي كان مترقب اشنو غدا تقول بفارغ الصبر، وبدات كتهضر. انا ولادي ايامي معدودة في الدنيا وتا واحد ما ضامن عمره، وقررت نكتب وصية فيها كنقول حصة كبيرة من املاك العائلة لأول طفل ذكر غادي تزاد عندنا، سواء كان ولد جواد او ولد خالي. سالات هضرتها وساد الصمت في أرجاء المكان، كل شي مصدوم. الهضرة ديالها نزلت علينا بحال الصاعقة. تفكرت شنو قالت لي عجوزتي، خليل خاصو ولد في أقرب وقت. عاد فهمت واستوعبت الهضرة ديالها. داز دابا تقريبا 4 شهور على زواجنا، نكون زعما عاكرة ناري غتكركبني الشارفة. مجرد ما فكرت في الاحتمال دارت بيا الحيوط وطلعت معايا الترويحة، ومشيت كنجري للدوش ورديت كاع داكشي اللي كليت. عاد ارتاحيت. خرجت من الدوش ولقيت العجوزة واقفة في الباب وكتضحك. ما فهمت مالها كاع، ما فهمتش مالها، عنقاتني وهي فرحانة. ومشينا للصالة، ومع الدخلة كنتفاجئ كاع العيون مسلطة عليا، الجدة وسلوى وزوجة العم وحتى سهام وجواد. نظراتهم كانت كلها حقد وغيرة، كيشوفوا فيا بغاو يقتلوني بعينيهم. ما فهمت والو، وجلست حدا خليل واتكيت على راسه. شافني في ديك الحالة وجهي دابل وفشلانة، قال لي يا نوضي نمشيو للدار ترتاحي. نط نوقف وجاتني الدوخة، كنت غدا نطيح. وهزني خليل وكلهم بقاو كيشوفوا، وداني للطوموبيل. عيا فيا باش يديني للطبيب، ما بغيتش، وقلت له وديني غير للدار. وصلنا وهزني تاني طلعني، حطني فوق الناموسية ورجع يدخل الطوموبيل للكراج. ومن كثرة العيا اللي كان فيا نعست بحوايجي. فقت الصباح على صوت التليفون، لقيت خليل ناعس حدايا. في الاول تخلعت، يحسب لي فات علينا الحال. عاد تفكرت هاد النهار السبت وما كيناش الخدمة، جاوبت بلا ما نشوف شكون. كانت عجوزتي. قلت الو، قالت بنتي كيف بقيتي؟ قلت ليها الحمد لله خالتي ربي يخليك. وهي تقول ياك ما مشهيه شي حاجه نطيبها ليك. استغربت وقلت لها كيفاش؟ لا 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 بلا ما تعذبي راسك. قالت بنتي واش مشيتي للطبيب ولا مازال؟ قلت لها تانية خالتي. وهي تقول اويلي ما تقوليش ليا ما متبعاش الطبيب، راكي دابا حامله خاصك تردي البال لراسك.
صدمت وقلت ليها شكون قال لك حاملة؟ قالت اي وراها باينة كاع الأعراض اللي كانوا فيك البارح ديال الحمل، الترويعة والدوخة. قلت لها لا 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 ما نضنش. قالت انتي اش كتعرفي في هاد الشي؟ سمعي مني الله يرضي عليك وسيري للطبيب. ما تراتني بكلامها، وخصوصا خالي الفاق وجالس كيشوف فيا باستغراب، واضطريت انني نسكتها. قلت لها واخا خالتي ان شاء الله. قطعت عليها وسولني خالي المالها، ما قلت ليه والو، خفت ما نكونش حامله ونتحاشم معاه. وناض دخل للدوش وانا جلست كنحلل ونناقش في الهضره تاع عكوستي. شويه تفكرت واحد الحاجه، كيفاش ما رديتش ليها البال؟ العادة معطلة عليا شحال هادي. وهنا زدت شكيت كتر وقررت نتأكد بأي طريقة. نط توضيت وصليت ووجدت الفطور، فطرنا وخرج خليل وجاني الفرج. نط بلا عجز عليا، لبست حوايجي وهزيت طوموبيلتي ومشيت عند الطبيب. جاب الله كان خاوي، ما لقيتش بزاف قبل مني يلا شي ثلاثة العيالات. دخلت عنده وفحصني وكيدقق مزيان بحال ما متأكدش من النتيجة، وأخيرا انطق بنبرة جدية والصدمة كانت قوية. قال لي ما حاملاش. أنا في هذيك اللحظة حسيت بحال شي حد خوى عليا الصلد الماء بارد، صدمت وتجمعوا في عيني الدموع. وزاد كمل عليا بالهضرة ديالو، قال لي عندي مشكل في الهرمونات والتهابات في الرحم، الشي اللي كيمنع الحمل ديالي. هو كيهضر وانا شداتني الدوخه وبدات الارض كتدور بيا. كون ما شد فيا وجلسني على الكرسي كنت طحت على الارض. ما قدرتش نستوعب الهضره ديالو، يعني انا عاقره. سولته بصوت مخنوق على امل يكون غلط، قلت له وعلاش كتجيني الدوخه ومعطل عليا الدوره؟ قال لي هادشي كله بسبب واحد الهرمون عندك طالع، انا غنعطيك الدواء وتبعيه من هنا لشهرين ورجعي لعندي. قلت له يعني مورا شهرين نقدر نولد؟ قال بإذن الله. قال واحد الحاجة ضرورية، خاصكي ما تنعسيش مع راجلك طول ما انتي متبعة هاد الدواء. صدمت وتزنقت وحشمت منه، وفي نفس الوقت كنفكر في خليل كيفاش غيتقبل هاد الهضرة. وقلت له بصوت خافت واخا. قال هاد القضية ضرورية باش تبراي نهائيا من الالتهاب وما يعاودش يرجع ليك. خرجت من عنده وانا منهارة، هبطت في الدروج كنتحرك بالزز، حاسة برجلية تقالين وما قادينش يهزوني. ما عرفتش كيفاش درت حتى وصلت للطوموبيل، ركبت وبديت كنسوق وانا مرفوعة. وصلت للدار وطلعت، دخلت ولحسن الحظ لقيت خليل باقي ما جاش. ما كنتش مستعده نواجهه، ومشاعري مخربقين، افكاري مرونين، كنت محتاجه نجلس بوحدي نركز ونشوف شنو غدا ندير في هاد الروينه. وسمعت التليفون كيصوني وكانت ماما. اها ماما الحبيبه، اجي تشوفي بنتك اش طاري فيها. ما قدرتش نقاوم دموعي وجاوبتها كنبكي ونوح، خويت عليها كل همومي. طمأناتني وقالت لي باللي حتى هي كان عندها نفس المشاكل وحملات بنفس العلاج اللي عطاني الطبيب. خفات عليا مسكينة ووسطتني نقولها لخليل في أقرب وقت، وقطعت معاها وحسيت براسي مرتاحة بحال لشي جبل من الهموم وحيد على كتافي. دخلت للدوش ودوشت وخرجت وصليت وطلبت الله يرزقني الدرية الصالحة ويفكني من هاد المشاكل. وبديت كنرتب أفكاري ونخطط لأيامي القادمة. قررت أنني نتوكل على الله ونتبع تخاتمون ديال الطبيب، وضروري خاصني نقولها لخليل باش يقدر يعاوني ويصبر عليا. ووصلت الجوج العشية دخل خليل وحطيت الغداء، تغدينا وهو مشى يدير لاسيست وأنا جمعت الروينة وجلست كنتفرج. شوية جا عندي وقف مسند على الباب الصالة كيدير فيا شي شوفات في شكل، من نظراتو عرفتو باغي يقول لي شي حاجة عجيبة. قال حبيبة رحنا معروضين. قلت له فين؟ قال لي عند جواد. قبل ما نجاوبه كمل الهضرة ديالو وقال اليوم عيد ميلاد عماد وخاصنا ضروري نحضره. صدمني،
هذا واش منيته؟ قلت له ولكن خليل جلس حدايا وعنقني وقال ما تخافيش ما غتكونش تما، هاديك ما مسالياش لهاد التفاهات. ولد الهام بحال قرا افكاري واضطريت انني نقبل، وها ما حاملاش دوك الناس، ولكن ما نقدرش نحرم خليل من نهار مهم بحال هذا، ولا نحرم الولد من بابا. بعد ما شربنا اتاي وصلينا للعصر، خليل مشى يتقدى شي كادو لولده، وانا قررت نفاجئ حبيبي ونصايب للدري طاقت ديال سبايدر مان. وصلت 8 الليل وعيط ليا خليل، قال لي وجدي راسي، لبست غوب طويلة في الصومو وجيت غزالة بحال ديما. الحجاب ما نقص مني والو، بالعكس زادني النور في وجهي. دخل خليل وشافني وبدا كيصفر وكيعبر عن إعجابه بالكلمات واللمسات. ما تفكيت منه غير في 77 كشيفة، وفي خاطري كنقول محال واش يصبر عليا شهرين. دخل دوش وبدل حوايجه في ساعة، وهزيت الطاقت اللي صايبت العماد، وخليل فاش شافها عجبو الحال، واخا ما قال والو ولكن عينيه ولاو كيلمعوا بالفرحه. ركبنا في الطوموبيل وشعل الراديو، ودازت مده قصيره ووصلنا لفيلا فاخره. دخلنا بالطوموبيل لجرده واسعه وستاسيون الطوموبيل ونزلنا. غير حطيت رجلي في هاد الدار قلبي تقبط عليا وما حملتش راسي. خليل بحال حس بيا وشد في ايدي وزير عليا، وخديت نفس عميق ومشينا في اتجاه الباب. لقينا سهام وراجلها واقفين في الباب ومعهم عماد. شافنا وجا كيجري وتلاها على خليل، قال بابا تي جيتي. خليل طلق من ايدي وهز الولد في حضنه وقال له اهلا بالبطل ديالنا. بقى كيدور بيه وكيلعب معاه. للحظه بقيت جامده في بلاصتي تالفه وما عارفه ما ندير، حتى قربات مني سهام كتسلم عليا بالوجه بابتسامه شريره. بادلتها ابتسامه صفراء، هزات من عندي الطاقت اللي صايبت وسلمت على راجلها اللي كان كيشوف فيا نظرات مستفزه. دخلنا للدار مجموعي وجلسنا في الصاله، كانت مفرشه بسدادر مطروزي، داكشي فخم ومشارج، ديكورات تقليدية وألوان صاخبة. زدت توترت وكرهت داكشي، ما كنتش مرتاحة بمرة. توترت كتر فاش لقيت تما حباب خليل كاملين، الجدة والعجوزة وسلوى وزوجة عمو حتى عمو. خفت من عجوزتي تسولني واش مشيتي للطبيب، وجلست حدا خليل ومقابلة مع سهام وراجلها. كانوا كيفتارسوني بعينيهم نفس الحقد، الله ينجيني منهم. حسيت بالخوف وعدم الاطمئنان، خصوصا خليل كان ما مسوقش ليا، غير شاف عماد ونسى راسو ونساني حتى انا. ضحكات ليا سهام واحد الضحكه ناقصه، قالت مرحبا بك الدار منوره. قلت لها الله يبارك فيك منوره بمواليها. امرضت وكرهت راسي، هي من جهه وراجلها من جهه، وزادت عجوزتي راسها حتى هي كتشوف فيا وكتضحك ليا. ما كرهتش تجي تسولني شنو قال ليا الطبيب، حاولت نتجاهلهم ودورت وجهي كنشوف خليل اللي كان مشغول بالولد كيلعب معاه ببراءه. المنظر ديالهم سالا معايا، بقى فيا مسكين داك الولد هو ضحيه امه، وبقى فيا حتى خليل. في حركه مفاجئه حطيت ايدي على راس الولد وضحكت معاه، وخليل عجبو الحال وقال ولدي بوس خالته فيدا. باسني الولد وبديت كنلعب معاهم حتى انا انسجمت معاهم ونسيت كل شيء، وبداو كيحطوا الشهيوات ما خلاو ما حطوا. كلينا ضحكنا ولعبنا وطفينا الشمع. وصلت 12 الليل وكنت عيانه باغا نوض نمشي، ولكن جواد اصر علينا نتبعو فيلم. ما عرفت منين نزلت عليه هاد الفكره، هز السيدي في ايدو بضحكة شيطانية، خدمو وجا جلس مقابل معانا كيشوف فيا وكيشوف خليل بنظرات تحدي. كل شي كان ساكت ومركز في الشاشة، كنا كنترقبو هاد الفيلم. بدا الفيلم يخدم وكانت الصدمة، كانوا فيه تصاور صفاء في أوضاع مخلة للأداء، كترقص وكتعوج وكتعنق الرجال،
كتبوس فيهم وكتسكر وكتكمي. المهم كتبان عاهرة من الطراز الرفيع، والطامة الكبرى هي أنها كتبان غير أنا، صورة طبق الأصل مني.